وجها لوجه، وزارة المالية وعدد من الوزارات والهيئات القطاعية والمعنيين بتأسيس وإدارة المناطق الحرة من أجل التوصل إلى حلول عملية للمضي بالمناطق الاقتصادية والتجارية والصناعية وفتح مشاريع جديدة تتناسب وطبيعة التحدي الاقتصادي الذي تواجهه البلاد، إذ جرى الحديث عن إعادة صياغة المنظومة القانونية بما يضمن مصالح الدولة والمناطق الحرة على حد سواء. نوع من الإجراءات تسمح لإنشاء مخازن معينة، مناطق في داخل الموانئ ممكن التاجر أو حتى الدولة تخزن هذه البضائع. وإن بدأنا متأخرين بالاهتمام في هذا القطاع، لكن البداية جيدة ومشجعة ومدعومة من أصحاب القرار السياسي والاقتصادي لإنشاء مناطق حرة جديدة واقتصادية تدعم الاقتصاد الوطني وتدعم التجارة الخارجية والداخلية وتجذب رؤوس الأموال العراقية المهاجرة والأجنبية. وتسعى الوزارة في المرحلة المقبلة لضمان ربط فاعل مع الدول المجاورة ونجاح عمل المناطق الاقتصادية وتهيئة المستلزمات اللوجستية كالمطارات والبنى التحتية من مقومات العمل لضمان استقطاب مختلف الشركات، فضلا عن تخصيص أماكن فاعلة وضمان تسويق السلع سواء للسوق المحلي أو مؤسسات الدولة. المنطقة الفعالة والحقيقية لمنطقة مدير العراقي ممكن أن نستفيد من تجارب الآخرين ونحول الفاو إلى منطقة حرة اقتصادية لجذب المستثمرين والتجار وحتى المعامل الصناعية اللي ممكن أن تنشأ خلال مدينة الفاو بالكامل. المعنيون بالمناطق الحرة يؤكدون أن المضي بالمدن الصناعية والاقتصادية بحاجة إلى منظومة تشريعية وقانونية، فضلا عن إرادة حقيقية، ما يحول الرؤى والاستراتيجيات إلى فعل على الأرض. من وزارة المالية ببغداد، زيد الطائي، قناة العراقية الإخبارية.